سنبقى مع مواجهة اليوم المنتظرة والمرتقبة لمنتخبنا للناشئين الذي سيواجه الشقيق اليمني ضمن بطولة غرب آسيا. لذا يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نتحول بكم في اتصال هاتفي إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث الكابتن حمدان بيت سعيد مدير منتخبنا الوطني للناشئين. مسي عليك كابتن حمدان، أهلا وسهلا بكم في برنامج الحد. أكيد مواجهة منتظرة ومرتقبة ضد المنتخب اليمني، فكيف هي التحضيرات لديكم؟ أسعد الله مساك أخوي محمد والمتابعين الكرام. الاستعداد الحمد لله، يعني قدمنا معسكر خارجي قبل المشاركه في البطوله كانت في جمهوريه تركيا، والاجواء الموجوده حاليا في عمان مماثله للاجواء في تركيا، اجرينا حفلتين تدريبيتين واللاعبين ان شاء الله في اتم الاستعداد والجاهزيه للمشاركه في مباراه اليوم. طبعا كابتن حمدان، منتخبنا الوطني للناشئين وقع في مجموعة صعبة تضم اليمن والسعودية، فكيف ترى حظوظنا من هذه المجموعة؟ بالفعل نحن وقعنا في المجموعة البطل الوصيف لآخر بطولة. الجهاز الفني قرأ الخصمين بشكل موسع خلال الفترة الماضية وعمل الخطة اللازمة إن شاء الله لتجاوز هذه المجموعة. دائما كابتن حمد، مواجهتنا المنتخب اليمني تتمتع بالحماس والندية، لذلك المدرب أنور الحبسي في ماذا تحدث مع اللاعبين؟ ما هي التحديات لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط؟ دائما مباراتنا مع الأشقاء اليمني يكون فيها الطابع القوي، خصوصا أن المنتخب اليمني متمرس في هذه البطولة في السنوات الثلاثة الأخيرة، نقدم نصائح وعمل برنامج معين وجمل تكتيكية معينة لهذه المباراة، اشتغلنا عليها لأكثر من فترة، وإن شاء الله اللاعبين يكونوا في أتم الجاهزية والاستعداد لتطبيق المهام المطلوبة منهم من المدرب. تأكيد كابتن حمدان، من وجهة نظرك كيف نستطيع التغلب اليوم على المنتخب اليمني ونحن نتحدث عن بطل النسخة الماضية؟ نحن ركزنا على كثير من الجوانب مع اللاعبين، أهمها جانب التركيز إلى آخر دقيقة والالتزام بتعليمات المدرب. بإذن الله إذا اللاعبين ما نفذوا جميع التعليمات سنعد. كابتن حمدان، تحدث المدرب أنور الحبسي على أن هذه البطولة هي استعداد للتصفيات الآسيوية القادمة، هل مجرد المشاركة في هذه البطولة أم المدرب أنور يتطلع إلى تحقيقها ومنافسة المنتخب اليمني بالإضافة للمنتخب السعودي؟ هي مثل ما ذكرت هي بطولة استعدادية، لكن دائما ما اذا شاركنا في اي بطوله هدفنا الوصول الى اعلى مكان ممكن نوصل له، ما نغفل عن اهميه هذه البطوله كونها استعداديه، بس هي استعداديه مهمه بالنسبه لنا وان شاء الله نوصل. باذن الله تعالى، ودعواتنا وامنياتنا الصادقه لمنتخبنا الوطني للناشئين ان شاء الله يقدم بطوله كبيره وان يحقق الانتصار اليوم على المنتخب اليمني. شكرا للكابتن حمدان بيت سعيد مدير منتخبنا للناشئين، يعطيك العافيه.